عديت عليك مرتين قبل كده يا شيخ سلوم وما قلتكش. والله كنت عند بنتي جمارة بالسماعنا في الشرقية، بالمناسبة بعتها لك السلام والتحية. الله يسلمها ويسلمك. وانت ايش اخبارك؟ اخباري مش كويسة يا شيخ سلومة. ايش الملاعين هجموا على اي شيء في البلد؟ ألعن من ملاعين. ايه في ألعن من ملاعين؟ ايوه في لمع بيه الملعون، مش جاي عندك هنا واشترى منكم ارض؟ ده كلامي صح برضو يا شيخ سلومة؟ ازاي تقبل حاجة زي كده؟ بالهداوة يا ولدي بالهداوة، خليني افهم، مين لمعي هذا وارض ايش اللي اشتراها مننا؟ لما يبيع صاحب الفيلا اللي في الناحيه البحريه، جي عندكم هنا واشترى ارض مساعد قريبكم، ولو عايز تصدق روح شوف رجاله لامي قاعدين يبرطعوا فيها. وكيف مساعد يتصرف بهالشكل؟ يبيع ارضه لراجل غريب؟ وينه مساعد يا عوف؟ يا اباه مساعد مختفي، واكيد اكيد خجلان من فعلته، وبيقول ان الارض ارضه وهو حر التصرف فيها. لا ما هو حر ولا يقدر يتصرف فيها، هذه الأرض أرض الحبايبة كلها، وعامر ساعدنا في استقرار عليها وزراعتها، ما كان لي حق يتصرف من قبل ما يشورني. يا شيخ سلومة المشكلة إن أرض مساعد اللي باعها لمع بيه حدودها على حدود الملاح، وده شيء يضرنا، ولمع بيه قاعد يخطط عشان يشتري الأرض دي بالذات عشان يبقى بيننا مسمار جحا. المدزوز هذا ياخد الفلوس اللي قبضها ويرجعها للمشتري ويفسخ البيعة. يا إيباء إذا مساعد وافق لمع بيه مش رح يوافق، أنا عارفه زين. ما وافقش يعني غصب عنه يوافق، وإذا كان مساعد باع الأرض اللمعي بطريقة غير مشروعة كان لازم يعرف إن الجار هو أولى بالشفعة، كان يبقى علينا إحنا، لو عايز يبيعها إحنا مستعدين ندفع له الفلوس وناخدها. يا عامر يا ولدي أنا بعتذر لك، جمايلك مغرقاني وأنا ما برضى حدا غريب يحط رجليه بيناتنا، وهذا المدزوز أنا لي تصرف معه، الأرض هذه لازم ترجع غصب عنا. قل لي يا عامر ليش لمعي هذا عايز حط رجليه عندينا بالذات؟ ده اللي هحاول أعرفه وحجيب قراره. يا ودي يا جامد، أنت عايزة تفهميني أنك تعرفي كل صغيرة وكبيرة عن جوزك؟ طبعا يا حبيبتي، وأنا قاعدة في مكاني ايه وتفتكري عشان أنا بسألك وما معرفش حاجة يبقى أنت ما تعرفينيش. ناريمان انتي عامله جواسيس على لمع في الشركه؟ شفتي بقى عرفت اضحك عليكي ولو حتى لثواني. تعرفي يا وفاء انا بقالي مده ما ضحكتش من قلبي كده، ولمعي فعلا كان عنده حق لما قالي ان انتي لما تيجي هتخلينا استحمل العيشه هنا. يلا ما قلتليش بقى سامي كان عاوزه ليه وخلاه يسافر كده بسرعه؟ كل اللي عرفته منه انه هيفرجوا على نموذج للمشاريع او المشروع اللي هيعمله هنا يعني. طب ده اللي انت عرفتيه منه، اللي انت عرفتيه بقى من غيره؟ وبعدين معاكي يا ناريمان، هي دي مشكله انك تكوني صديقه مرات صاحب الشركه اللي انت بتشتغلي فيها. انت هتتكلمي ولا ها؟ طب حاضر حاضر، بس ارجوكي ما تتعصبيش. الشاي يا هان. شكرا. وفاء اتكلمي. سامي حول مبلغ كبير بالدولار، حوالي ربع او نص مليون دولار، وجوزك فتح بيهم حساب في البنك وادى لشريف حق السحب وتوقيع الشيكات. ده اللي انا كنت عامله حسابه. شفتي واحده واحده بيمكنوا من اداره الشركه. هي حصلت توقيع وسحب شيكات يا لمعي؟ ده ما عملهاش معايا. مش قلتلك هتتعصبي؟ دي حاجه تفرس يعني عاجبك عمايله دي؟ ممكن بقى تستني لما يجي وتبقي تناقشي الموضوع ده معاه، مش ممكن هنفضل قاعدين في توتر. انا جايه اهدي اعصابي، لما يبقى يجي تبقي تتكلمي معاه. عندك حق، أنا هستنى لما يجي وعيني تيجي في عيني. المهم اللي قولي لي عملتي إيه مع الست المبروكة اللي أنت كنت رايحة تشوفيها عشان الخلفة؟ هي اسمها إيه؟ الملوحة؟ المعوجة؟ الله يجازيك يا وفاء، اسمها المقتبة. أيوة المقتبة. قولي لي عملتي معاها إيه؟ فتحت لك المندل، قريت لك الكف، شافت لك الفنجان. قولي لي، أصلا بحب الحاجات دي قوي، بالنسبة لي very interesting. هي فعلا كانت مسليه جدا، هي فرجت قدامي حبل وبعدين سرحت معاها، ومره واحده لقيت الحبل ده بقى فيه عقد، وعقد جامده جدا، وقالت لي هو ده العمل اللي معمول لك علشان ما تخلفيش. يا سلام، وهي طبعا اللي هتفكه عشان تخلفي. اهي بتقول
بس انت عارفه بقى المسائل دي حبالها طويله. بس بقى اللي غريب انها حذرتني من واحد اسمه عامر. مين عامر ده؟ وبعدين ايه التخاريف اللي انت بتقوليها دي؟ معقوله دينا ريمان خريجه المرد ديو؟ انا عارفه ان ده جهل، وانا بقى بيني وبينك كنت واخده الموضوع هزار لما كلمتني زبيده فيه، لكن قلب بجديه. تفتكري ان الست دي ممكن تفك لك العمل اللي معمول على حبل وتخلفي؟ مش عارفه، بس المشكله انها رابطه فك العمل ده بان خلص البلد من اللي اسمه عامر. اجري علي. انا هو يا سعاد. انا هو يا سعاد. طيب انا طيب. مسكتك يا علوه. علوه ما كل ده علوه يا اخي. انت تتشطر عليا وتمسكني عشان ما بعرفش اجري. يا سلام يا سعاد، عمال اقول لك انا هنا يا سي عامر، انا هنا يا سي عامر، تسيبني وتمسك عم ياسين؟ هو ما عرفش يمسكني. انا بقى ماليش في المساكه، انا هروح اشيل عيشه. يعني عليا واقفه بينكم عامله زي الهبله مش لاقي حد يشيلني. انا اشيلك واجري بيكي العمر كله يا جواهر، واتمنى الارض ما تخلصش عشان افضل شايلك. ان شاء الله ما تحرم منك ولا من كلامك الحلو اللي زيك عامل زي البلسم. الواحد محتاج يجري. احنا محتاجين نجري ونلعب. النبي عندك حق يا سي عامر، ده الوليه ام شاجي جت تزورني ديك النهار، بتقول لي انها سافرت مصر عشان تزور ابنها، خدها فسحها ودها الهرم وابصر جنينه الحيوانات. هنا يا جواهر ممكن تبقى جنه، ممكن نعمل جنينه كبيره الناس تتفسح وتقضي فيها اجازاتها. يا اخويا جنينة ايه بس اللي بتحلم بيها دي؟ ده الناس اللي هنا شقيانين ما بيجروش الا غير على لقمة عيشهم، ما هماش فايقين يعني للفسح ولا حاجة. غلط. أكبر غلطة إن الإنسان ما يستريحش. علشان يشتغل أكتر ويشتغل أحسن لازم يستريح، لازم يريح عقله ويريح جسمه. زي العربية، العربية عبارة عن موتور. لو الموتور ده اشتغل كتير ومشي كتير هيتعب ويعطل. لازم من حين لآخر كده الموتور ده نريحه. طبعا لو ريحناه قوي والموتور ده ما اشتغلش برضه تعطل العربية. عارفة انا افتكرت ايه دلوقتي؟ ايه يا حبيبي؟ عربية ابويا، التاكسي اللي كان شغال عليه، مركون في الجراج من زمان، سنين طويلة انا ما نسيتش ابويا، بس نسيت التاكسي ده. مركون في الجراج بحطت ايده. طب وما تصلحوش ليه يا حبيبي؟ ما فكرتش، بس اكيد دلوقتي بقى كهنه. حساب اللي بيتكلم عنه ده يا شربيني؟ حساب الارض يا هانم، هذه قرشيناتكم، بدنا ترجعوا لنا الارض. مساعد هذا غلط وتصرف من ورا ظهورنا. انتوا بعتوا خلاص، كتبتوا عقد. احنا بدو يا هانم، وكلمتنا هي عقد، واللي يقولها لابد يشور وياخذ راي القبيله وتوافق له. ومساعد هذا لا خد راي حدا ولا القبيله وافقت له. خلاص تبقى غلطته، حسبوه هو بس بعيد عننا. اسمعني كويس يا شيخ سلومه، احنا ما بنلعبش، واللعب مع لمع بيه خطر قوي. مساعد خلاص مضى وقبض، والارض بقت ارضينا ومحدش هيقدر يقرب منها، واللي هيقرب منها هنقطع له ايده. شيخ سلومه ما يقبل تهديد من حدا، وانتوا لفيتوا من ورا ظهورنا وضحكتوا على المدزوز هذا. مسمار جحا اللي زرعتوه وسط ارضنا لابد ينقلع، والا هنسوي مشاكل كتيره بيننا. واحنا بقى قد اي مشاكل لو انتوا ناويين تعملوا معانا مشاكل. اسمع يا شيخ سلومه، لما لمع يجي من السفر بالسلامة تبقى تقعد تتكلم معاه، ودلوقتي ابعت رجالتك من هنا. ماله يا هانم؟ لينا كلام مع الكبير وبدي أقول لك كلمة. المشكلة اللي بيناتنا مش لحالنا، لا، السبب في مشاكل كبيرة مع صديقنا عامر. اسكت يا سين، عندي أخبار أنت مش متوقعها أبدا. طب قول بسرعة بقى. لا، شوية ملوخية بالأرانب الأول. أنا سيدي عملتها لك واديني مغطيها، إيه عشان خاطر ما تعطلنيش، لأن أنا عارف رزالتك. شوف يا حبيبي، أنا عندي خبرين. الخبر الأولاني يعني نص نص، الخبر التاني بقى
ده انا لما اقوله لك هتقوم تتنطط، بس انا مش هقوله الا مصر من الاخاء الاول هتتنطط وتدلقها عليا. ارتين انا عاوز اخبار لينا الاول. كفافس جاب لك اخبار عنها؟ ايوه كفافس جاب لي اخبار وقال لي ان هم عايشين كويس من غير مشاكل ومبسوطين. واداك عنوانها في روما؟ ايوه اداني عنوان في روما، بس حذرني قال لي اوعى خد يروح هناك عشان دي مكان خطر. ليه؟ دي بنتي، ما هيأذوني عشان خاطر بزور بنتي. ايوه شرفك، مش يمكن بنتك تقف معهم ضدك؟ انت بتخوفني يا ارتين عشان ما سافرش. يا ياسين احنا هنسافر انا وانت، بس مش هنروح روما الاول، هنروح القبرص وبعدين نفكر في حكايه روما دي. انت اتجننت يا ارتين، عاوزنا نرجع قبرص ثاني عشان ندخل نفسنا في مشاكل ثانيه؟ هو دي بقى الخبر التاني اللي انا عاوز لك اللي يفرق الاول، بس اشرب صوت ملوخيه الاول. قول بسرعه عشان انا مش مستحمل. اخويا ريمون المخامي هو اللي جاب المعلومات بتاع لينا واداها لكفاكس، وكمان اداله الجواب دي. عارف الجواب ده فيه ايه؟ القبض عليك وعليا. هات يا اخي هات، ما انت ما يجيش من وراك غير الاخبار الغم. ما اللي تكلم غم غم غم. اخويا ريمون قال لي في الجواب ان احنا كسبنا القضيه اللي كنا رافينه ومحكمه اصدرت حكم بالشكل ده. مش ممكن، معقوله؟ ايوه، بس هو قال لي كمان ان الخصم بتاعنا رفع استئناف، بس قال لي امله ضعيف ان هو يكسبه، وان شاء الله احنا نكسبه. ما انت كريم يا رب، يعوض البنين بالمال. اي يعني ايه؟ يعني ربنا بيقطع من هنا ويوصل من هنا. طب هو ما قالكش الحكم النهائي انت؟ قال لي ان شاء الله قريب هبعت لنا عشان نروح انا وانت على هناك، نروح قبرص السخنه لازم نستلم الفلوس بايدينا احنا نفسينا، هيبقى عندنا ملايين ملايين يا يزيد. انا مش مصدق، مش معقول هنرجع اغنياء ونقف على رجلينا من تاني. بس عايز اقول لك حاجه يا ياسين، ما انساش ان اخويا ريمون له نسبه 20%. 20 30 هو احنا لاقيين. يا سلام عليك يا ياسين، اهو انت بقى كده مستمع. قولي بقى فين الفلوس اللي انت بعت بيها الهدايا السوفينير يعني؟ ها اهو كده بقى انت تماع و60 تماع كمان، انا داخل انا. لا 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 بلاش استعباط، لا احنا متشاركين بالنص. يا سلام عليك يا ياسين، اجيب لك ملايين تدور على الملاليم. لا الملايين دي بقى دي عصافير على الشجر فوق، انا عاوز العصافير اللي في ايديك يا ارتين. ايوه كده يا دكتور ابراهيم، كلامك خلانا نتفائل اكتر. واضح ان الدكاتره متحمسين قوي انهم يشتغلوا في منطقه برا القاهره. الحقيقه انا اخترت الدكتور احمد والدكتور منير مش لانهم مبتدئين، لا لان عندهم نفس فكرك، مؤمنين ان التغيير لازم يجي من تحت وهم متحمسين جدا. بصراحه يا اخ عامر انا شايف ان الدكتور ابراهيم بيبالغ جدا، وده طبعا لانه بيحبنا. انا هكلمك بصراحه اكتر، انا لو كنت وافقت ان انا اشتغل في منطقه نائيه بعيد عن القاهره فده لاني محبط جدا. يا ساتر، طب ليه الغشلاء؟ ما كنا ماشيين كويس يا دكاتره. بصراحه انا شايف ان مفيش امل هنا يا اخ عامر. يعني مثلا في الجامعه وظايف المعيدين محجوزه لبعض اولاد الاساتذه وبعض اولاد رؤساء الاقسام وبعض العملاء. انا طالع الاول على دفعتي، هو مع ذلك خدوا اللي بعدي وعينوه لانه ابن رئيس القسم. وانا يا اخ عامل لو فكرت ان انا اشتغل في الحكومه عشان افتح عياده، ده معناه ان انا محتاج 20 سنه عشان انفذ المشروع ده. بصراحه ما شاء الله، يعني ما فيش دلوقتي اكتر من الدكاتره في المستشفيات العموميه. يا دكتور منير، انت دلقت كل حاجه قدام الاستاذ، الراجل اول مره نقعد معاه. قول له يا احمد، اصل منير ده طول عمره لابس نظاره سودا. لا يا دكتور ابراهيم، كلام منطقي ومعقول جدا. الله، مش ده اللي بيحصل ولا ايه؟ عموما اوجه لمصلحتك يا عامر. لا 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 يا ضيا، انا ما اقصدش ان يجي يشتغل في ارض الحبايبه يحس انها منفى او يبقى هربان من الجحيم. ان ما كنتوش هتبقوا عندكم قناعه من جواكوا انكم بتعملوا شيء مؤمنين بيه وتستمتعوا بيه، مش هتدوا. المهم دلوقتي يطمن بقى الدكتور في مرتبات ولا لا؟ يعني المستوصف ده الحقيقه احنا
انشأناه بالجهود الذاتيه، يعني كل واحد من البلد شارك فيه، والمستوصف ده احنا نديه لكم وانتوا اللي تشغلوه. لو تعملوا كشف يعني باجر رمزي كده للاهالي، الفلوس دي هتخش لكم انتوا، احنا مش عايزين منها حاجه. وبكده يبقى المشروع مغري ماليا يا منير، عشان لا تقولي لا احباط ولا ياس. يا جماعه انا حاسس ان انتوا فهمتوني غلط. انا فعلا كنت متشائم شويه، بس الحقيقه بعد ما قابلت الاخ عامر انا دلوقتي متحمس جدا. شفتوا سيره الفلوس خلت ريقه يجري ازاي؟ انا اللي ريقي نشف، هات لنا يا ابني حاجه نشربها. يا ابني انت مش عايز تفهم ليه؟ ما انت اللي مش عايز تريحني يا عم تسوقي. انا متاكد ان عم المنشاو ساب لك ورقه خصني. يا سلام، وجالك منين التاكد ده بقى؟ بورسعيديه قالوا لي ان عم المنشاو قال لك على كلام كده. يعني نورني لو قال لك عنوان اي حد من قرايبي، حتى لو قريبي من بعيد. يا ابني الصندوق اللي سابه فرغته قدامك وفرزناه ورقه ورقه، مفيش ورق يخصك. ما هم قالوا لي ان انت خبيت منه ورق. اه يا كلب يا جبان، بتكدبني؟ اهدى عم تسوقي، ما اقصدش، وغلاوه سمار وجوار عندك ما تزعل، اهدى. هو انا مش كنت قلت لك روح سجل مدني بورسعيد ولا الشؤون الاجتماعيه يشوفوا السجلات اللي عندهم بتاعه الملاجئ؟ رحت وما وصلتش لحاجه، قالوا لي كله اتحرق. خلاص اعمل ساقط ايد. ما هو ساقط ايد دي بقى بالذات لازم لها شهادة ميلاد ليا او لامي او لابويا او لجدي، انا ما اعرفش هم مين اصلا. لا حول ولا قوة الا بالله، ده صوت عيشة بتعيط. اهلا يا جوان، عيشة بتعيط ليه؟ ده انت مفزوعة يابا. حبيبتي زيري حبيبتي. خشي جوان. اصلي سعامر مسافر، فقلت اجابات معاك الليلات يابا. كويس انك جيت يا جواهر عشان ما تباتيش لوحدك في الدار. ازيك يا ست جواهر؟ محدش بيشوفك ليه؟ اهلا يا حاكم. طب استاذن انا بقى عم تسوقي. مع السلامه يا ابني. كل مشكله ولها حلال يا ابني، بس انت امشي عدل. ماشي يا عم تسوقي، ماشي. صباح على خير. مع السلامه. اللي انت طالبه مني ده يا عامر مش صعب بالنسبه لواحد زي صحفي مداير وما بيهمنيش، وعشان كده كل مواضيعي لانها جريئه وبخش بيها اعشاش الدبابير ما بتتنشرش. انما اللي انت طالبه مني ده مش هيتنشر. انت عايز معلومات. مظبوط، انا عايز معلومات كامله عن اللي اسمه لامع بيه ده، واعرف مين الناس اللي وراه اللي مقويينه وبيتباهى بيهم. بس ممكن يكون فنجري بق ومفيش حد وراه ولا حاجه، يعني بس بيهتك. جايز يا سيدي يكون بيهتني، محتمل. ده بقى اللي عايزك تعرفه. هتديني اسبوع وكل اللي انت عايزه عنه هعمل لك له ملف واجيبه لك لغايه عندك. ملف ايه يا ابني؟ تعملي فيها شغل مخابرات، ما نكبرش الموضوع. لا، ما كل واحد من السومان دول لازم يبقى له ملف، وكل ما الملف ورم بيورم اكتر. وليه ما بتعملوش ملفات الا عن الناس دول؟ هو في البلد رجال اعمال كتير محترمين وشرفاء. الناس ما بيهمهاش غير الملطوطين والحراميه. طبعا ده ما بيتنشرش. لما ما يتنشرش الناس تعرف ازاي؟ بيصيروا في يوم يتنشر. طيب على العموم انا معتمد على الله وعليك، عايز لمع ده يبقى مكشوف قدامي. هيحصل. ولو انت هتجيب لي المعلومات دي وتجيلي الحبايبه يا ريت تجيب فدوى معاك. انت مش هتعدي عليها؟ للأسف مش هلحق المرة دي، أصل عندي مشوار مهم وعايزك معايا فيه. يلا. طول السنين دي والعربية واقفة هنا مطربة. والله زمان يا عامر يا ابني. طب يا اخويا مش عايز تشوفنا، تعال اسال عن عربيتك. ليك وحش يا عم نعبس. عربية ايدي يا عامر؟ هي دي اصلا كانت عربية يد في سوق الخضار.
دي العربية التاكسي بتاعت أبويا الله يرحمه. الديركسيون ده ياما شرب عرق من ايد ابويا. المرايه دي لو نطقت تقول كم مره ابويا بص فيها الصبح وقال يا فتاح عليهم يا رزاق يا كريم. العربيه دي هي اللي صرفت عليا وربتني. قول لي يا عماد يعبس، العربية دي لو اتشدت وصلحت تكلف كام؟ لا بقى، لا مؤاخذة، دي موديل قديم وتصليحها ممكن يكلف كتير. ايوه عارف، يعني كام تقريبا؟ مش اقل من 10 15. يا عم خليك في اللي انت فيه وانساها زي ما كنت ناسيها احسن. طيب لو فكرت ابيعها تجيب كام؟ والله بقى ده حسب مزاج اللي هيشتري، ممكن 4 ممكن 5 بس مش اكتر من كده. رغم المساله صعبه عليا قوي انما انا مضطر ابيعها. والله يا استاذ عامر لولا انا خايف انك تفهمني غلط وتقول عايز يخلص منها عشان يفضي الجراج، لكن الحقيقه اللي قلته عين الصواب. ليه الواحد ما بيعرفش قيمه الاشياء إلا لحظة ما بتتسرسب من بين إيديه؟ طب استنى يا عامر، عشان أنا عارف إنها غالية عليك، على الأقل بيعها بيعة كويسة. لسه دعبس قال كلام مظبوط، اللي هيقدر هو الزبون اللي عارفها وعايزها كويس. دي عربية أنتيكة، يعني ممكن تنفع بتوع السيما. سيما؟ إزاي يعني؟ معلش أنا صحفي عقر، في راجل من ذوي المهنة الخاصة قوي بياخد العربيات الأنتيكة دي وبيأجرها للتصوير في السيما. ده اللي ممكن يدفع لك فيها فلوس كويسة قوي. الحقني بيه، لازم أبيعها النهاردة. جعنا يا علي. يا لهو بالي. عندك كسر الإزاز. استر يا رب، مفيش يا عاجة. عشان انا بغزل فيها قدامكم، انما مش قادر من جمالها. خلص يا سيما. حودة سيما اشترى. مبروك. هتدفع كام؟ 4. ارجع يا حودة سيما للافلام بتاعتك، مش بايعين. ومين قال بس ان 5 قليلين؟ لا بقى انت مش عارف قيمتها. لا عارف قيمتها، بس انا بحب اتنصح عليكم. 5.5 ماشي اشيل. قول اخر كلام عندك عشان امشي، دي بيعة طلع من عيني. 6 اخر كلام. غطى العربية يا عم دابس، انا ماشي. استنى بس يا عم. العربية دي بصراحة اكتر من 7000 ما تجيبش، وده اخر كلام. ما تنطق من الاول يا رخم. وانا بعت. يلا يا اخويا يلا. اعذريني اعذريني يا حته من حته مني. يا حمتي يا لهوي،
ده خبر الصدمه والندامه، الصيغه اتسرقت. وطي صوتك يا وليا، نفوخي هيطق مني، برجين من دماغي هيطيروا. ساعة ما دخلت لقيت الازاز مكسور، والحاجه في الاوضه متنطوره، والدولاب مفتوح، والصيغه مش في العلبه. جواهر، اوعيك تكوني بتشكي فيا عشان قلت لي على سرك. انا برضه اشك فيكي يا ام شادي. معقوله يا وليا؟ اصل انت لما قلت لي ان ده سر ومحدش يعرفه. طب من غير زعل، يعني من غير زعل، وانا مش هبقى زعلانه ومسامحه، تكونيش يعني قعدتي مع حد فضفضتي بحبحتي في الكلام، السر حد تالت عرفه؟ اعظم نظري وعفيتي ما حصل. انت لما قلت لي ده سر واتمنتيني عليه، ما طلع من صدري لفمي. امال مين بس يا رب؟ ده انا متحيره، مين بس يا ربي؟ ده في حد حاطط عينه على دارك، ويمكن قريب منكم. جواهر، دوري في اللي حواليكي. وانا هحافظ عليها، هشيلها في عيني يا عم حسين. يا استاذ صبري، طلبك ده يشرفني، بس منى بنتي الوحيده ولسه صغيره على الجواز. وماله يا ابو منى، مسيرها تكبر يا بني. ما كنا بنعلمها ليه؟ الله، دي لسه في ثانويه. وانا استاذها، وحبقى استاذها وجوزها وراعيها لغايه ما تكمل دراستها. لا مؤاخذه يا استاذ صبري في ده السؤال، انت عندك كم سنه؟ يعني فوق ال 35. ما شاء الله، مع ان اللي يشوفك ما يديكش سنك. بس منى بنتي عندها 16 سنه، مش شايف الفرق بينكم كبير؟ المساله مش بالسن. وبعدين حضرتك لما اتجوزت الحاجه مش كانت 16 برضو؟ وحضرتك كنت في سني؟ يا ابني الزمن غير الزمن. وبعدين انا شايف ان طلبك ده بدري شويه، سيب منى تكمل دراستها وتخش الجامعه وبعدين نتكلم. بس المهم توعدني ان منى ما تطيرش مني، وانا هستنى. توعدني؟ مش هيروح مني الدور ده، انا ضارب بكل اللي معايا 20 جنيه. دي مش طريقه لعب يا حاكم، احنا ما اتفقناش الضرب يبقى بالمبلغ ده، ولا اتفقنا نضرب باي مبلغ تاني. اللعب مفتوح، ولا عشان كسبته ونفضتونا هتعملوا قوانين على مزاجكم؟ لا، من حقي قبل ما اكشف ورقي اضرب بالمبلغ اللي يعجبني، واللي مش عاجبه لا مؤاخذه يتسحب. ايه ده؟ طب انا مساحب الدور ده. أنا داخل معاك يا حاتم، هادي 20 جنيه. واني كمان داخل، هادي 20 جنيه. اكشف ورقك يا حاتم. نام 29، انت بره روماني. يا خساره، كان ممكن اكسب، كنت نام 30. سرقه. 27. بعدور. ايه؟ 14 جر. انا اللي اكسب يا حاكم. ايه مالك بتقفف ليه يا حاكم؟ ايه مستخسر فينا مره؟ ما انت عمال تكسب من الصبح. طيب تصبحوا على خير يا حلوين. لا، مفيش مشاهم بدري، اقعد. اللعب للصبح. وماله؟ أنا مش هقول لأ، نلعب. أني مبشبشة معايا على الآخر. بس أنت بقى لا مؤاخذة خسرت كل الفلوس اللي معاك يا حاكم. هنلعب، هنكمل. ثانية واحدة أدخل جوه وأجي. مفيش فايدة، ده ناويه مش طايق يخسر أبداً. حد يتمن دي؟ أنا إيش فهمنا في الده؟ أني أفهم دي أخدها بعشرة جنيه. ليه؟ سريها؟ طب ما دام شاريها قول تمنها كام؟ 100 جنيه. بقولك إيه يا حاكم؟ أني أفهم في الدهب كويس. دي بقى انا هاخدها منك ب30 جنيه، وده اخر كلام. ماشي، العب. اول مره احس اني فاقدك للدرجه دي، كنت محتاجه لك اول مره دي يا سامر. ايه يا جوانا، انت هتقلبيها غم ليه؟ ايه في حاجه حصلت؟
لا يا اخويا مفيش حاجه حصلت، بس المره دي بالذات مش عارفه ليه كنت حاسه ان قلبي مقبوض. احساسك غلط يا جواهر، لانها فرجت قوي وانت السبب. ازاي؟ في كلامك معايا فكرتيني بالعربيه القديمه بتاعت ابويا اللي ركننا في الجراج من سنين. بعتها ب 7000 جنيه. 7000 جنيه بحالهم بقوا بتوعنا. يا ما انت كريم يا رب، اجل ربنا محوشهم لك. اصل انت يا سي عامر ابن حلال مصفي، وهي اخويا بعزائهم ان شاء الله ربنا هيبارك لنا فيهم. امسكي العيال وحشوني، هما فين؟ عايشه في اوضتنا. هندهلك علي. علي ابوك رجع من السفر يا علي. بابا بابا حبيبي وحشتني. اهلا يا علي. اهلا يا علوه. ازيك يا علوه يا اولا؟ ازيكوا؟ معلش ما جبت لكمش هدايا معايا من مصر، بس لا رجع لكم بثروه 7000 جنيه بحالهم. 7000 جنيه يطلعوا دول كام يا بابا؟ يطلعوا يا سيدي ايه اللي يطلعوا؟ يطلعوا 7000 جنيه يا علي. ربنا يخليك لينا يا اخويا ويرزقك برزقنا وتنور بيتك ويزيدك من نعيم الله قادر يا كريم. يا ايه ده؟ ايه الحديد اللي كنت في الشباك ده؟ يا سلام عليك يا سي عامر وعلى دقه ملاحظتك. واعي وناصح، ناقشت قوامك. اصل عيل كان بيلعب كره في الشارع، قام العيل جه في الازاز كسر. ايه؟ لا هو الكوره اللي كسرته. هو معقول عيل يكسر الازاز؟ قولي لنفسك. بس فبعت بقى لشوقي يجي يركب حديد زي اللي مركبه في الفيلا بتاعت لمعي. هو احنا كنا اقل منها؟ لا يا بابا، مش الكرة اللي كسرت الإزاز، ده الحرامي هو اللي دخل وسرقنا. حرامي؟ حرامي يا جواهر؟ ايه يا علي اللي انت بتقوله ده؟ بقى سيبك يا حبيبي من الحواديت اللي انا كنت بحكيها لك دي عشان تنام. هقوم احضر لك لقمة تاكلها يا اخوي. لا لا خليكي، مش عايز اكل. امسك يا ستي، ادي 2000 جنيه توديهم لقريبتك وترجعي السيرة عشان قلبي يرتاح. أنا كده عمري ما هرتاح، لازم أعرف إيه اللي مضايقك. في موضوع حصل في البيت خانقني ومش عارفة أتصرف إزاي. مش عايزة تقولي لي عليه؟ سر؟ لا عايزة أقولهولك، بس مش عايزك تزعل. ليه؟ هو ليه علاقة بيا؟ مش عارفة، قصدي ممكن تزعل. لو مزعلك يبقى أكيد هيزعلني. في إيه؟ الأستاذ صبري. الله يخرب بيته. طلب إيدي من أبويا وأمي. ربنا ياخده. ده اكيد اتجنن او اتخبل في عقله. انا مش عارفه هبص في وشه ازاي تاني. انا كرهت المدرسه وكرهت حتى الدرس الخصوصي اللي بيديهولي. طب وابوكي؟ ابوكي رايه ايه؟ ابويا اجل الرد عليه، بس خايفه في اي لحظه يورطوني. انت لا يمكن تقبلي، ده قد ابوكي. يعني انت يهمك اني ما اتجوزش؟ طبعا، قصدي يعني ما تتجوزيش ده بالذات. انا ما فيش في ايدي حاجه. انا هساعدك، قصدي الاستاذ عامر هو اللي هيساعدك. مش هو شريك ابوكي في الملاحه؟ يبقى اكيد هيبقى ليه تاثير عليه. انا ما فيش حاجه تاثر عليا ابدا، حتى الفلوس عمرها ما اثرت عليا. ايوه بس بفلوس ممكن نعمل حاجات كتير، احنا حجزنا ان احنا نعمله. لو كسبنا القضيه وجات لنا الفلوس انا نصيبي هيبقى حوالي 1.5 مليون. تفتكر ان انا اقدر ارجع بنتي لينا لحضني؟ أنا بـ1.5 مليون دي لو جاني خلاص دي صغر عمري للنص تاني، وأرجع أتجوز بقى وأعمل فيلا كبير وأخلف عيال وأعمل بيزنس برضو وأخدك شريك، بس بشروط جديدة. أنا ممكن أعمل حاجات كتيرة للبلد عشان نستعملها أكتر، وحد فلوس لعامر عشان يحقق اللي في مخه، وبالفلوس دي ممكن المكان يبقى جنة يستمتع بيها علي ويعرف ان احنا سيبنا له حاجه حقيقيه يخاف عليها. انا اشتري بقى يخت كبير الف بيه العالم، هنا يومين وهناك يومين وفي كل حته يومين، واتبسط واشتري حاجات ذكريات اسيلها معايا عشان انا لفيت المواني دي، واجي عليك على هنا برضه عشان اشوفك واضحك على خطتك الكبيره التقيله ما تنساني بقى، وارجع اخد روح تاني مينا تاني. أرسين أنا عايزك زي ما بتحب الفلوس تحب عمرنا. أنت في سن دلوقتي
هيسمح لك تعمل اللي انت عاوز تعمله ده السنين اللي جايه ده لو جت. نعم نعم كلامك يغم البدن. ايه اللي السنين اللي جايه تفكرني يعني؟ سيبني يا اخي سيبني اعيش الخلم الجميل ده. خلاص بقى كسبت حاجه. رتين شوف بقى رغم رزالتك وغتتك انما اللحظه الوحيده اللي اتمنى ان الفلوس ما تجيلكش فيها هي اللحظة اللي انت عايز تلف بيها في اليخت وتبعد عن صديق عمرك. يا سلام يا حسين انا كمان زيك تغور الفلوس اللي تخليني ابعد عن صاحبي اللي بيخبني اللي زيك كده. انا في رأيي ان الصداقة اهم من الحب، يعني بمعنى اصح ان لا يمكن يكون في حب من غير صداقة. كلامك مظبوط. أنا مثلاً بفضل يكون ليا صديقة أحسن ما يكون بيني وبين راجل حب مشعرش فيه بصداقة. ده اللي أنا حاسة دلوقتي من نامي، إنه بقى مجرد زوج ما بقاش صديق ليا. حتى مشاعر الحب اللي بينا بقت مجرد أداء واجب. مش للدرجة دي يا ناريمان، الإحساس ده بايخ قوي وسخيف. أكتر من كده يا وفاء، أنا حاسة إن لمعي بقى يزقني جامد وبيبعدني عنه. تفتكري عشان موضوع الخلفة يعني؟ بالعكس، أنا حاسة إن لمعي بيتصرف تصرفات وبيصطنع تصرفات عشان ما يضايقنيش وما يجرحنيش. بس في حاجات جدت أنا مش فاهماها، يعني المسألة المادية ما بقتش عجماني. لا بصراحة يا ناريمان، أنا شايفة إنه لمعي مش مخليكي عايزة حاجة. أنتي عارفة إن أنا حاطة كل فلوسي في الشركة تحت تصرف لمعي وابن أخوه شريف. أنا فكرت إن أنا أسحب كل فلوسي واللي يبقى بيني وبين لمعي إنه يبقى مجرد زوج وما يبقاش في أي تعاملات مادية بيني وبينه. حاولت كتير يا وفاء بس فشلت. أنتي مش واثقة في لمعي؟ أنا بديت أفقد الثقة فيه وخايفة في يوم من الأيام يسيبني وبكده أكون خسرت كل حاجة. لا اسمحي لي بقى، المسألة بقت خطيرة جدا. إزاي تعيشي معاه والإحساس ده جواكي؟ ما تزعليش مني، أحسن تنفصلي عنه وتطلقي ولا تعيشي والشك ده جواكي والشرخ واسع ما بينكم. أنا كمان خايفة أكون بعاقبه على عيب فيا أنا. ناريمان أنتي بتفكري في الطلاق؟ بس خلي بالك لازم تضمني فلوسك الأول. مش عارفة أعمل ده إزاي ولا أقول له إيه. بقالي ساعة قاعد قدامك يا جواهر مش فاهم ولا حاجة من اللي بتقوليها. ليه يا عامر؟ هو أنا بقول ألغاز؟ يا ريت يا ريت كانت الغاز، كنت هقعد قدامك وربع رجلي وهبقى مستمتع قوي وانا بفكر ازاي احل الالغاز دي. اتكلمي يا بنت الناس، اتكلمي. علي وعيشه والدتيهم يباتوا عند ياسين ليه؟ علشان نقعد انا وانت على راحتنا. طب ما هم علي وعيشه معانا عايشين وبنبقى على راحتنا. ايوه بس عشان ما يتفزعوش. فزعوا؟ يتفزعوا من ايه؟ قصدي عشان ما يسمعوناش واحنا بنتخانق. خانق؟ هلا بنتناقش بنتكلم يعني. جواهر انا من ساعه ما رجعت من مصر وانت مش طبيعيه، فاهميني في ايه؟ بص بقى يا عامر، الله الله على الجد والجد الله الله عليه. ويا حلوه يا بلح يا مقمعه. ايه الحكايه؟ احنا هنغني ونقول مهويل؟ اتكلمي يا بنت ناس. انت طول عمرك طيب وامير وانا شايلك على راسي من فوق وعمرك ما مديت ايدك عليا. وانا عاملين دي عليك ليه؟ لا ده انا بتشكر فيك بس. متشكرين متشكرين يا ستي متشكرين. ويا ترى بقى هتشيليني على راسك لما تلاقيني عصبي ومتجنن وبتنطط وبخبط دماغي في الحيطه شقها اتنين؟ شوف ما هو ده بقى اللي مخوفني منك ومخليني مش قادره انطق. اقعد كده واهدى وانا هحكي لك كل حاجه. لا حول ولا قوه الا بالله. ماشي ماشي يا جواهر، انا قاعد وهسكت مش هفتح بقي مش هنطق مش هقطعك، بس قولي كل الموضوع اللي عندك مره واحده. عامر انت حطيتني في مزنق لما اديتني ال 2000 جنيه عشان ارجع صيغتي. مزنق؟ مزنق ايه؟
وانت ما رجعتيش سيرتك لغايه دلوقتي؟ وانت مش قلت مش هتقاطعني؟ ده همه جوايا وعايز ادلقه. انا اسف، متاسف. وبتتاسف لي برضه يا سي عامر؟ ده انا اللي محققه لك يا اخويا، ده انا اللي المفروض اتاسف لك، ده انت جزمتك على راسي من فوق. شوف بقى يا سي عامر، انا كذبت عليك. خلاص بقى صفي يا لبن. وانا كنت شفت لبن عشان اصفيه. يلا يا جواهر، يلا 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 يا اختي، يلا طلعي الخروب الاسود من جواكي ودلقي في وشي مره واحده. انا ادلق الخروب برضه في وشك يا سي عامر؟ طب دي كانت تتقطع ايديا. خلاص خلاص، سيبك من الخروب، خلصيني، كذبتي عليا في ايه؟ انا هقول لك الحق، الكره ما كسرتش الشباك، حرامي كسر الشباك ودخل سرق الصيغه. حرامي دخل البيت وسرق الصيغه؟ مش كوره يعني، زي ما قال علي. ربنا يحميه، هجيب الزكاوه من فين؟ طالع لك. طب وكذبتي عليا ليه يا جواهر؟ ما قلتليش ليه؟ ما انا لو كنت قلت لك كنت هتسالني ايه اللي جاب الصيغه هنا، وكنت هتكتشف ان انا ما وديتش الصيغه عند قريبتي اللي في دمياط. فعلا فعلا يا جواهر، كنت هسالك السؤال ده، ايه اللي جاب الصيغه هنا وانت قايله لي انهم عند قريبتك اللي في دمياط؟ ما انا ما وديتش الصيغه عند قريبتي اصلا، هم موجودين من الاول هنا، انا رحت استلفت منها ال 2000 جنيه بس. ليه؟ ليه يا جواهر تكذبي؟ ايه المشكله اذا كانت الصيغه هنا ولا عند قريبتك؟ قله عقل، بعد عنك. وده بقى اللي خلاني ما قلتلكش على طول. طيب ال 2000 جنيه خدتيهم من قريبتك ولا دي كذبه اخرى؟ لا، في دي بقى ما كذبتش عليك، هي قريبتي فعلا. لكن اللي كذبت عليك فيه وخصيمك النبي ما تغير عادتك وطبيعتك وتمد ايدك عليا. جواهر جواهر انطقي، قولي لي جبتي ال 2000 جنيه منين؟ يا سماهر.